بداية نعتذر كوننا لم نستطع تلبية رغبة أكبر عدد ممكن من المحبين المتتبعين لهذا النوع من الرياضات، خدم بعين الاعتبار ما نصت عليه التدابير الاحترازية. فمعذرة ونتمنى مستقبلا أن يرفع الله عنا هذه الجائحة ويكون الاحتفال بهذه المناسبة أكثر عددا. عود على إلى الإنجاز الرائع والتاريخي كما عودتنا هذه المجموعة بقيادة البطل الشهم الشاب هشام بيك وفريقه التقني ومجموعته التي أبلت بلاء حسنا شدت إليه الأنظار من كل الأمصار والأقطار. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف كبير لي أنني نقف هنا هذا الوقت الذي قدامكم للمرة الثالثة على التوالي، حيث أن كان عندي الشرف بمجرد القدوم ديالي لهذا الإقليم المبارك أن نوهنا بالإخوان والفرق اللي كانوا في الوقيتة في إفريقيا خداو اللقب الإفريقي لأول مرة، وهذا شرف لنا كاملين. وكنحيي الأبطال ديالنا ونحييهم بتحية أخوة وصداقة ورياضة على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها والعمل اللي قاموا به والعمل اللي قاموا به خاصة رفع الراية الوطنية عاليا وفي المحافل. وإلا كيذكروا الإخوان اللي حاضرين معنا هنا في أول لقاء، قلت لكم بأن القنيطرة ولادة والحمد لله مازال كتولد ومازال كتزيد وكتجيب لنا الأبطال ورا الأبطال. التفكير فقط باش تلقى الروابط ما بين المدينه ديالكم وما بين الاقليم ديالكم وما بين البلد ديالكم ومعكم القدائم المستمر من خلال جميع الحاضرين. كما قال الاستاذ كنا تمنينا يكون واحد حضور اكثر واكبر، ولكن نظرا للظروف الصحيه ونظرا لهذه المسائل هذه كنعتذروا من الاخوان اللي ما قدروش يحضروا معنا ولا ما قدرناش نستعوهم باش يحضروا معنا، ولكن انتم خاصه الطاقم الاعلامي كخير رسول وكخير سفير باش يبلغ هذه الاجواء للاخوان كاملين اللي ما قدروش يحضروا معنا. إذا مرة أخرى شكرا جزيلا وهنيئا لكم. لي كلمتين بهذه المناسبة. السلام عليكم. الحمد لله احنا فرحانين بهذا التكريم هذا، وخصوصا اللي تيجي في مدينة القنيطرة اللي هي صراحة مهد هذه اللعبة وعرفت الشارات الأولى ديال الفوتسال. واستقبلتنا كما قال السيد العميد في 2016 تقريبا من غير الدراري القنيطرة، اليوم المنتخب كله في هاد الربع سنين كنشوفو الدراري معنا من تطوان من طنجة من أكادير. اللعبة عرفت واحد الانتشار كبير الحمد لله، وهاد الدراري كلهم شرفوا أيام الاختيار ديالنا. فالحمد لله بكريم إضافة للتهنئات اللي وصلتنا من السيد صاحب الجلالة مرتين متتاليتين، اللهم لك الحمد. كنبلغ لكم تحية ديال السيد رئيس الجامعة، هو اللي عطانا الكار وقال لنا وصلوا تحيات العملات مدينة القنيطرة، وكينوب عليه العضو الجامعي اللي تا هو كرفس معايا في السنين الأولى سي حكيم دوم. كنشكرو، شكرا. السلام عليكم. أول شيء كنبغي نشكر نيا وجميع الأصدقاء ديالي عملات القنيطرة رأس العام في مدينة القنيطرة، كنشكر على هذا الاستقبال اللي ماشي أول مرة يعني ديما تيستقبلنا، وكنشكر جميع الصحفيين اللي حاضرين معنا اليوم اللي هما كيتواصلوا الرسالة للجمهور المغربي، اللي كنشكرهم تما الدعم ديالهم، وكنتمنى أنهم يواصلوا التشجيعات ديالهم لينا إن شاء الله باش نكونوا عند حسن الظن ديالهم ونحققوا النتائج اللي كيتمناو هما نزيدوا نهزوا الراية المغربية. وشكرا للمرافق. يظهر لي واش نقول لك، السعاده لا توصف.
ولكن الحمد لله هذا الانجاز اللي قاموا به الاخوان الله يجازيهم بخير انجاز مهم، وهذا كيتحسب للاقليم ديال القنيطره بصفه عامه والمدينه ديال القنيطره بصفه خاصه، وهذا شرف لنا اننا حضرنا معهم في هذه التتويجات الثلاثه بهم. الحمد لله. شكرا سيدي. بارك الله عليك. الحمد لله وشكرا لك. الاستقبال كي قلتي اللي هو استقبال كبير، والحمد لله كنبغي نشكر عامل عماله اقليم قنيطره على هذا الاستقبال ديالو اللي صراحه ماشي هو اول مره، وصراحه الناس هذو كيحتفلوا بنا يعني في ما كتكون شي مناسبه. كنتمنىهم الله كنا هذه البادره تعمم على جميع المدن المغربيه، ولكن الحمد لله المهم السيد عامل من القنيطره كينوب على جميع المغرب، وحنا فرحانين بزاف بهذا الاستقبال، وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر نيابه على جميع اللاعبين الاصدقاء ديالي. كنبغي نشكرهم وكنتمنى من الله تحنا نكونوا على حسن الظن ديالهم باش نبقاو ديما في المستوى اللي كيتمناو هما يشوفونا فيه. القرعه كيف تيقول سبق كيف سبق، حنا القرعه كنا كنقولوا بعض المرات كتجينا سهله بحال في 2012 وكذا، ولكن الفرق اللي كتلعب في كاس العالم ما كتكونش شي فريق اللي سهل يعني القرعه في المتناول. نقدر نقولوا اننا عندنا فريق في المتناول اللي هو جزر سليمان، ولكن كتبقى حتى هي فريق اللي قوي وعنده انتصارات في كاس العالم يعني هو كيكون احسن منا. اوكي حنا ان شاء الله مع كي قلت لك الخدمه مع السي هشام ديكا نقدروا نحققوا شي نتيجه مزيانه اللي نفرحوا بها الجمهور المغربي، وان شاء الله كنتمنوا اننا نحققوا شي نتيجه مزيانه كي قلت لك باش نفرحهم ان شاء الله. صراحه بعدا في الاول كنشكر مدينه القنيطره على هذا الاستقبال الكبير اللي داروا لنا هنايا. الصراحه ماشي اول مره، هذه المره الثالثه ومدينه القنيطره كتستقبلنا. كنشكر السي العامل القنيطره. وبالنسبة للسؤال ديالك على كوب دي موند، صراحة كان هاد كوب دي موند هذا إن شاء الله المنتخب المغربي اكتسب واحد التجربة في المسابقات اللي شارك فيهم قبل، هذه المرة الثالثة على التوالي اللي غنشاركوا في كوب دي موند. المنتخب خدا اكتسب واحد الخبرة، وإن شاء الله كنطمحوا نحققوا واحد النتيجة إيجابية إن شاء الله في كوب دي موند اللي جاي. صراحة رسالة ديالنا للجمهور فاش سبور ولا القناة فاش سبور بعدا كنشكرها بزاف على المتابعة ديال الدوري ديال القاعات. صراحة كطيو واحد الأهمية، مكرانا نشوفوا متابعات أخرى من منابر أخرى حتى الصراحة في حالة المتابعات كيزيدوا باللعبة القدام، وكنشكركم بزاف صراحة. السلام عليكم. كنبغي نشكر قناة الفجر اللي دائما كتكون سند بالنسبة لكرة القدم داخل القاعة، وديما مساندانا وكتحضر على الصغيرة والكبيرة. كنشكروا عامل مدينة القنيطرة اللي على هذه الاستضافة هذه الكبيرة، وكنشكروا كذلك الشعب المغربي اللي كان مساند لنا في هذه الكأس العربية اللي تحققت لأول مرة بالنسبة للمنتخب المغربي، وإن شاء الله كنوعدوا الشعب المغربي أننا نكونوا في حلة أحسن من النسخ القدام اللي لعبنا في كأس العالم. إن شاء الله غنكونوا في قد المستوى وبالمساندة ديالكم وبمساعدة ديال المنتخب وبمساعدة ديال المدرب والطاقم وبالتشجيعات ديال الشعب المغربي نقدروا نحققوا نتائج جيدة في المحفل الرياضي اللي غيكون هو كأس العالم إن شاء الله. وشكرا. السلام عليكم. أنتشكر بعد القناة الفجر سبور للاتباع اللي يسكر في كرة القدم داخل القاعة. الحمد لله كنت نفرح بزاف في التورنوا اللي نوي خميصر. نشكر العامل القنيطرة الترحيبات اللي راه يسكن، نشكر الفريق الشباب المحمدية الترحيب اللي راه يسكن الدغ المحمدية. الحمد لله كلشي داير بخير، ان شاء الله نسكر كل النتيجه يفول كاين كاس العالم. توفيق الله توفيق السي هشام كيف التعليمات ديال هكا، وان شاء الله ري لها الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكروا السيد عامل القنيطرة اللي استقبلنا، وماشي هذا اول استقبال ليه، فكنبغي نشكروا بزاف، وكنبغي نشكروا الصحافه اللي كتهضر معنا ديما، ومن هذا المنبر كنشكر الفجر سبور اللي تقوم بواحد الدور كبير في دوري ديال القاعات اللي كاين في المغرب. فنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وتكبروا باذن الله فتوليوا تنقلوا ان شاء الله جميع المقابلات في التلفازه. وبالنسبه للتسويج ديالنا فاحنا الحمد لله هذا التسويج ديال المنتخب الوطني، فاحنا جد سعيدين بهذا التسويج. اذا نهديوه لصاحب الجلاله، نهديوه للشعب المغربي. شكرا.